أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الجدي الاثنين 19 يوليو تموز 2021. أنت فرد من أفراد الأسرة، قيم الأسرة هي حجر الأساس لنجاحك. اليوم أيضا يبدأ العطر الميمون من منزلك ويأخذك إلى الأماكن إيقاعك لا مثيل له. سيكون يوما مثمرا بالنسبة لك، ابتسم في طريقك خلال المواقف الصعبة والمرهقة. نهجك إيجابي وسيأخذك شوطا طويلا. عاطفيا، الرومانسية في الهواء من المحتمل أن تتواصل مع عدد من الأشخاص المثيرين للاهتمام، وقد يؤدي أحد هذه الاجتماعات إلى علاقة أكثر جدوى. سيتمكن أولئك الذين هم بالفعل في علاقة من تجديد الرومانسية القديمة بعشاء أو نزهة حميمية. ربما يكون شريكك منفصلا عن الآخر ونفورا منهم في الأيام القليلة الماضية، لكن الوضع اليوم سيتحسن بالتأكيد. مهنيا، أنت استباقي واليوم تجعلك طبيعتك الاستباقية في صدارة كل شيء. أنت مركز كل الأنشطة، أنت تقوم بعمل جيد جدا، فقط حافظ على وتيرتك واستمر في المضي قدما. هل لا يزال لديك الكثير لتحقيقه؟ حافظ على منطقة عملك خالية من الفوضى واحرص على التحقق من مستنداتك من حين لآخر. صحيا، هناك فرصة كبيرة لحدوث أمراض المعدة اليوم. يجب أن تتخذ احتياطات خاصة ضد شرب المياه والسوائل الأخرى، لأن فرص الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه المرتفعة. من الحكمة أيضا تجنب جميع الأطعمة غير الصحية، لأنك معرض للإصابة بالعدوى اليوم. وقد تواجه أيضا بعض المشاكل مع حب الشباب، لكنها ستختفي بعد التدخل في الوقت المناسب.